سيد أمين يقول: سلام عليكم، نحن حماية النائب من محافظة الديوانية. النائب يبوق رواتبنا يتقايض معانا على قوت أطفالنا. يقول: إحنا 6 أفراد حماية، راتب الفرد الواحد 1,050,000. يقول: الطول من رواتبكم كل فرد 800، وإذا رفضتم أضربكم. قلنا له: أخذ نص الراتب. قال: راح نعطيكم 300 كل واحد، وتوقعون على أن مستلمين راتب كامل. قلنا له: أستاذ 300 ما تعيش عائلة، اعطونا هذا السيناريو بالله، هذا تونيال. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك؟ شلونك استاذ نجم، شو اخبارك؟ انت من الديوانيه ها؟ اي استاذ، انا امين المناشد اللي قررت. امين 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 لا تزعلني منك، ترى ازعل عليك والله. اي ليش غاث السيد النائب؟ اي لا استاذ، ليش تغث النائب؟ انت تاخذ 1,050,000 تطل النائب. اسمع اسمع، تطل النائب 800 وانتم 6 نفرات تعيشون ب 300. النائب يعيش، كلنا في خدمة النائب. شلون حكي هذا امين؟ النائب النائب والله صحيح الحكي يعني. ايه شنو انت مشتكي او زعلان؟ منو سيادة النائب اللي بالديوانية انت بحمايته؟ شو اسمه؟ استاذ استاذ لا تسمح، اعطيني اسم النائب. من وجوده ويا في اليوم ها استاذ، اسم النائب ياهو استاذ، اسم النائب هسه نعوفه، لكنه من محافظه الديوانيه من قضاء عفك، بالتحديد من قضاء عفك. النائب بالديوانيه من عفك، الاحزاب الاسلاميه. اي اي استاذ، انا من عفك. خلنا نسولف بصوره عامه، سولف انت احكم وتسمع. ومناشدتنا لكل الخيرين ولكل الشرفاء. اي استاذ، احنا من حمايات اعضاء مجلس النواب من الجمعيه الوطنيه لحد الدوره الرابعه، الدوره البرلمانيه الرابعه. خدمنا النواب بزمن الصعوب، بزمن الارهاب. بالنتيجه النواب هسه قاموا يفسخون عقودنا ويخلون اسماء عوائلهم ويستلمون هاي الرواتب اللي هي مخصصه لنا. اي هاي 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 هسه هاي ادري بيها، 100% من النواب العراقي ادري بيها هاي، تدرون بيها هاي، ادري بيها هاي. اي انت الان بعدك ويا سعادة النائب في شغلات اريد اسمح لي استاذ نجم، لا اسمح لي. أي. اليوم قلت لك من خلال هاي قناتكم ومن خلال برنامجكم الشريف، البرنامج الجيد، اليوم اريد هاي مناشدتنا توصل للجهات المعنية. أي. انه احنا جاي نتعرض لسرقة، احنا رواتبنا جاي تتعرض لسرقة. انا راتبي صاير له سنة تقريبا عند النائب ما جاي يعطيني سنة، ما جاي يعطيني راتبي، يعني انا عند عائلة. استاذ اسمح لي استاذ نجيم، السيد النائب سنة كاملة راتبك ما يعطيك اياه؟ اي والله تقريبا 8 اشهر عن حلفة الله، قلت لك سنة 8 اشهر تقريبا. احنا مو انا وحدي، احنا 6، احنا 6 رواتبنا. بعدكم يا السيد النائب؟ لا لا، هسه هو قعدنا عنده النائب بحجة انه انا ما احتاج حماية. يا بس ما تحتاج حماية، زين احنا رواتبنا واحنا بصفة عقود، قانون 315 اجى ينص على تثبيت العقود واجى ينصفنا. زين شو يقول السيد النائب؟ ما مستلم يجوز الازمه الحرب الاوكرانيه اخرت راتبه، يجوز السيد النائب يجوز ينتظر قانون الموازنه السيد النائب؟ لا 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 لا، استاذ رواتبنا جاي تنزيل وجاي يستلمها، وعندنا جروب وعندنا تنسيقيه وجاي يقولون تعالوا سلموا رواتبكم. لكنه المصيبه وين؟ المصيبه انه النائب اول ما يجيب حمايه يجبرهم على عمل وكاله عامه. تعال سوي لي وكاله عامه حتى استلم مستحقاتك الماليه. قلنا لهم يابا خلينا نستلم رواتبنا. طبعا هي مو كل النواب، البعض لا، اكو نواب اكو حمايات تروح تستلم رواتبها هي. بس النواب اللي يريد يستغل رواتب حمايته، اللي يريد ياخذ جزء من عندها، يجبر حمايته تعال سوي لي وكاله، واذا ما سوي وكاله مصيرك الطريق. احنا انجبرنا سوينا وكاله للنائب. هاي اسوي لك بصوره عامه، هاي على مستوى العراق، هاي المعاناه مو معاناه امين، لا معاناه حمايات النواب على مستوى العراق. اي استاذ نجيم جاي يجبرون هذا على طول الوقت هيجي يا امين، هذا على طول الوقت هيجي. انت 6 سنوات استاذ اذا تسمح لي يا اللي اشتغلت والله اقول لك هو هذا ابو عفج، بس دقيقه، هذا ابو عفج هسه نائب حالي، اشتغلت وياه انت؟ هو حاليا مو نائب، متقاعد. طبعا هو قانونا للنائب المتقاعد الى 6 افراد حمايه.
اللي يطلع من البرلمان، اللي يظل بالبرلمان يداوم حالي الى 16 فرد حمايه، هاي منتهي معده. من يطلع من التقاعد الى 6 ينظم لهم عقود بصفه عقيد، ورواتبهم تنزل بس ما بودره على شكل اسمك واسم ابوك واسم يعني الاسم الثلاثي، ويجي خوش خوش اخوي اخوي ابو امين امين حالة. لو تقول اسمع الهوى لو تقيم عليه دعوه حتى انا خلنا اسولك، انا راح اقيم، انا راح اقيم مو تبادل السوالف، لا انا عندي سوالف غيرك غيرك هواي، بس انا اقول له هذا اللي استاذ بس خلني هاي انا انت متفضل استاذ نجم، انت متفضل وانت صايرنا فتره احنا ودنا نحصلك واليوم حصلناك، فتسمح لي بس اريد ان اكون قاطر اذكرها لك. والله العظيم وبالله النواب اللي الحاليين اغلب النواب رحنا لهم يابا احنا كل شيء مظلومين يا معودين، تعالوا لحقوا لنا رواتبنا جاي تنسرق جاي تنسرق وجاي احنا ما لنا حقوق، يقولون ايوه اصبر والله كريم، يعني شنو هي؟ يعني كل اللي يجي يريد يستفاد من هاي. وبغض هسه جيد اليوم قلت لك خلنا نذكرها الكريم، احنا اكو كتاب تحويلنا على وزاره الداخليه بال 2011، هذا الكتاب ما طبق لغايه في نفوسهم، يريدون ياخذون جزء من رواتب الحمايه، يقول لك هذا تحول. انا اشكرك امين، يصير كيك. انا اشكرك. سياده النايم بالديوانيه الدوره السابقه سمعت الوليد؟ طيط مستحقاته. تبى تلعب الحصان يموتوا عين على الزباله، كبهاي الفلوس والملايين والمليارات راجع على هذا المسكين، تقول له اخذ 800 من راتبك واعطيك 300 اعطي فلوس الولد واتقي الله، هذا شهر رمضان انتم ما تعرفون عقاب الله ممكن يكون قاسي، ولك شلون اجرب ابقع قدر تستقطع من هذا راتبه مليون تاخذ منه 800، ما قلت مريته ولياداته فروخه جهاله، يشتري نعال لمرته، يشتري قميص لوليده بالعيد، شنو هالانتقام اللي بيه انتو؟ شنو هالنذاله؟ شنو هالخسه بالاخلاق؟ عمت عينك، عمت عينك الف مره.